بسم الله الرحمن الرحيم، تحول البنك الاهلي المتحد للعمل وفق احكام الشريعه الاسلاميه بتاريخ 1/4/2010، اول هيئه شرعيه انشئت في البنك كان يراسها الشيخ احمد بزيع الياسين رحمه الله عليه، وكانت بعضويه كل من الدكتور خالد مذكور المذكور والدكتور عبد العزيز القصار. اما الهيئه الشرعيه الحاليه فيراسها الشيخ الدكتور خالد المذكور وعضويه كل من الشيخ الدكتور عبد العزيز القصار والشيخ الدكتور عصام العنزي.